من كان يظن أن يوبي سوفت ستطرح لعبته القادمة من السلسلة الأسطورية أساسنز كريد على الجوال؟ نعم يا رجل، الأمر حدث فعلا، ويوبي سوفت طرحت لعبتها بعنوان أساسنز كريد بروجيكت جيد على الجوال، لعبة أظن أنها ستكون في الحضارة اليابانية كما ترون اللعبة. أنا متأكد لو أزلنا عناصر التحكم وتركنا الشاشة فارغة ووضعت أمامك هذه اللعبة لظننت أنها في البلاي ستيشن 4 أو البلاي ستيشن 5. رسوميات رهيبة، نمط اللعب والجيم بلاي الفريد من نوعها الذي تتميز به ألعاب الأساسنز فشيء خرافي. التخفي والقتال، القفز في الأسطح، تلك الأشياء التي نعشقها في أساسنز كريد سوف نلعبها الآن على الجوال. من المتوقع أن تطرح هذه اللعبة في نهاية السنة أو بداية السنة القادمة، فهذا جيم بلاي مأخوذ من النسخة التجريبية للعبة. فالذي أتمناه من هذه اللعبة هو الاهتمام بعنصر القصة، عنصر الذي أهملته جميع ألعاب الأندرويد التي تظهر لشركات همها الوحيد هو الربح المادي، اشتري أسلحة أونلاين، تلك الأشياء التي مللناها صراحة. فأتمنى من يوبي سوفت ألا تذهب في هذا الاتجاه، فأساسنز كريد هي القصة، فالقصة عنصر مهم في سلسلة ألعاب كهذه. فكما يظهر كل شيء جميل يا إخوان، الجيم بلاي، الرسومات، المؤثرات الصوتية أيضا، لحد الآن 10/10. يبقى فقط النسخة النهائية كيف ستكون، وكذلك كما قلت عنصر القصة. ففي مثل هذه الألعاب عنصر القصة يكون له دور كبير في نجاحها. فلعبة كأساسنز بدون قصة فقط تكرير للمهام، وهذا الذي ذهبت عليه الشركة في الألعاب الأخيرة من السلسلة. ألعاب فشلت بسبب إهمال القصة والخروج من فكرة الأساسنز الأساسية. فكرة الأسلحة جيدة جدا يا أصدقاء، كما ترون الضرب بالسيف والقنابل الدخانية، وصراحة أعجبني نمط اللعب كثيرا في هذه اللعبة. كذلك البنايات والأبواب المستطعة من الحضارة اليابانية من الساموراي، يعني أشياء جيدة. فكرة اللعبة أراها إلى الآن جيدة جدا، والذي أتمناه أيضا في اللعبة هو أن تمنحنا عالم واسع وكذلك مهام متنوعة. وإذ اهتمت اللعبة بثلاثة عناصر مهمة، صدقوني ستتربع على عرش ألعاب الجوال: القصة، عالم مفتوح كبير، التنوع في المهام، فلن تنافسها أي لعبة أخرى. الآن أظن أنه أكمل المهمة، والحصان موجود أيضا. هنا أظن أنه يهرب من أظن أنه سيكون حروب في اللعبة بين العشائر الساموراي، فاللعبة جاءتني شبيهة إذ لاحظتم بلعبة Ghost of Tsushima. لا لا لا، أسلوب اللعب جميل في اللعبة، عاشقته يا رجل. لعبة ستجعلنا متشوقين لرؤية النسخة النهائية منها. الجميل أيضا هو التنوع بالتنقل بين الأماكن، عندك الحصان، كذلك القفز في الحبل، وستكون فيها معارك طاحنة أيضا بين الزعماء على ما أعتقد.
اوكي. عليه أن يطارد ذلك الشخص الذي أثار كل هذه الفوضى. حركة الرياح هذه خرافية. أريد فقط أن أعرف ماذا سيحدث عندما يقبض على ذلك الشخص. فبينهم الآن 6 أمتار. أوه. المباني كلها انهارت في هذه الحرب، وهذه فقط بداية اللعبة على ما أعتقد. وهنا تظهر معركة مع زعيم. لعبة تظهر لأنها مزيج بين الأساسن ولعبة سيكيرو الذين يعرفونه. أيها الأصدقاء، لا تنسوا إعطاء رأيكم عن اللعبة في التعليقات. ففي رأيي كنسخة تجريبية، والظاهر أنها ستكون لعبة رائعة. الجرافيك في اللعبة 10/10، كذلك الجيم بلاي جيد، مؤثرات صوتية. فقط تبقى لنا أشياء أخرى التي لا يمكن أن نحكم عليها إلا عندما نجرب اللعبة. هذا أول زعيم يموت في اللعبة. أصدقائي، لكي أطيل عليكم، لا تنسوا لايك للفيديو وأخبروني عن رأيكم في اللعبة في التعليقات، ولنلتقي في فيديو قادم بحول الله.